بدايتك كانت شبهنا كلنا، لكن تفاصيلك الصغيرة هي دي اللي انت عشتها لوحدك. فاكر أول خطوة؟ أول تحدي؟ أول فكرة ليك تتحول لحقيقة؟ فرحة إنك فعلاً حاولت، إحساسك وإنت بتجرب وبتفشل، حياتك عمرها ما هتكون بس نجاح. ولو وقعت عادي، لازم تفكر نفسك كل يوم إنت مين وعايز توصل لإيه. عندك هدف، عندك حكاية. جماعة سينا عارفين حكايتك.